بترجاك خليك عم تدعمني، بترجاك بترجاك يا أش بترجاك خليك واقف جنبي ووافق على هالشي يا أش بترجاك. شوفي ليش هيك عم تطلع فيني؟ شايف قلق الام بعيونك. بجوز الام ببعض الاحيان تتصرف بقساوي، بس لما تشوف ابنها عم يعاني وعم يتعذب بحياته أكيد رح تضعف. شوبها كل شي حيكون تمام، ما رح نخلي أي شي مو منيح يصير لبرشانت. لو سمحتوا والله دكتور، شو مشكلة ابني؟ شو في؟ قبل ما نخلص كل الفحوصات والتحاليل ما فيني قلكن أي شي. آرتي، أنا ما عم أقدر أفهمك. أنا بحترم مشاعرك كتير، بس بهي الحالة آرتي ما لازم تستمري بهذا الحمل أبداً. ما فيني أعرض حياتك للخطر لو شو ما كان، حتى ما فيني مجرد أني خاطر فيكي آرتي. عم تفهمي شو عم بس ياش؟ أنا بدي أولد هذا الولد، بدي أولده، بدي أولد هالولد شو ما صار ياش. هذا الولد رمز حبنا، هو هوية هي العلاقة. أنا رح أخذك معي لعند الدكتورة كوريان، قال الحل الوحيد لهي المشكلة حيكون هو العملية، وما بيهمني إذا النتائج مضمونة، بس ما رح ضوع هالفرصة. ومشان تعمل لي هالعملية هي بدها موافقتك. إذا بتريد ياش رجاء تجي معي، بس خليك عم تدعمني ياش بترجاك. مشان الله بيكفي عناد آرتي، يعني آرتي انتي احكي بشي معقول مو بس بعواطفك. شو يعني لو صار لك شي مثلا؟ انتي كمان ام مو هيك؟ الشعور بوجود جنين جوات بطنك وبدك تولدي، الرب هو اللي عطانا هاي النعمة، فكيف بدي اعمل هالذنب هاد؟ فيدي لك، كيف فيني اقتل هالروح الصغيرة هاي؟ كيف فيني أعمل هيك جريمة كبيرة؟ كيف فيني أعمل هيك ذنب كبير؟ لك كيف؟ ليكي آرتي، أنت لازم تفكري بعقلك بهالموضوع، مو بس بعواطفك، وياش معك كمان. عندكم ثلاث أولاد بياخذوا العقل، ومو سهل أبداً هيك قرار.
بس كمان نخاطر بحياتك مو صحيح أبدا. شو المشكلة معكم أنتو؟ شو يلي انت عم تقوله دكتور؟ ايه الحقيقة هي انه ابنكم برشنت معه سرطان. وهلأ هو بمرحلة متقدمة كتير. وانا كتير متأسف اني قلكن انه باقي له فترة كتير قليلة. ويمكن تكون شهرين او ثلاثة بس. يعني وحياة الله انتو بهذا الوقت عم تحكوا عن هالشي التافه؟ هالأيام راحت من زمان، لما كان من زمان لا في مشافي ولا في دكاترة مثل هلا ولا حتى علاج. لما كانوا كل النسوان لما يولدوا أولادهم يتحملوا الوجع، مزبوط حكي؟ الأغلبية كانوا يضحوا بحياتهم. أنا بعترف آرتي أكيد رح تتعذب لشوية وقت، وحتى حياتها ممكن بخطر كمان، بس نحن هون ورح نقدر نعطيها أفضل علاج، مو هيك؟ بفضل الله مو ناقصنا شي وفينا نهتم فيها، عنا كل شي مو ناقصنا شي أبداً. بعدين آرتي مو قاعدة ببيت أهلها، هي قاعدة هون، يعني ما رح نخاف إنه أهلها ما معهم إنه يعالجوها. مايا أخي، عم قول هالشي هذا لأنه مثل ما بتعرف جياتري يعني كتير دايب قلبه ومستنية لتشوف حفيدة بأقرب وقت ممكن، وفوق ما هي عندها عملية كمان كبيرة، بس هي عم تتعافى بسرعة منشان هالشي، منشان تجي بسرعة وتشوف ابن آرتي إجا على هالدنيا وتعانق حفيدة يلي من ابنها ياش. لو بيطلع بإيدها كانت إجت بأسرع وقت منشان تضم حفيدة، أنا متأكدة. بس أخي تخيل، يعني قلي شو رح يصير مع جياتري وقت اللي هي تدرى أنه ما عاد في حفيد؟ هي أكيد رح تنقهر وصحتها رح تدهور كتير. أخي أنت الكبير فينا بهالبيت، أنت رب هاي العيلة، وأنت الوحيد يلي فيك تاخد القرار. أنت خود هالقرار، يا أما الطفل حفيد عيلتنا يا كنة العيلة، انت اختار. صحيح انا وجياتري صلينا لياش وارتي كتير ودعينا، صلينا ودعينا ليل مع نهار الكن انتو اتنين، مشان هيك القرار لازم يكون لصالح الطفل وبس. لكن السؤال هو شو رغبتنا؟ لأنه السؤال الكبير هو إنه هذا الولد يا ترى رح يقدر ينمو بشكل سليم؟ رح يكون معافى؟ بينما أمه مانا بصحة منيحة؟ والأسئلة مو بس عن صحة بنتي آرتي أو الوجع إذا رح تتحمله. اثنين يعني حياة الأم وابنها اثنيناتهم بخطر هلأ. لا أنا ولا أي حدا من هالعيلة بيقدر إنه ياخد قرار بهذا الموضوع. القرار قراركن، أنت وزوج وزوجة مع بعضكن،
وهذا الشيء بعد تفكير كتير عميق وطويل.